جاتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمان تفضل. الإنسان الطبيعي عندما تطلب منه طيب بفتح تفضل. رجله وهو جالس ورجلاه ممدودتين للأمام، سيرفع رجله عن الأرض بقوة عضلة الفخذ والورك معا ثم يبعدهما. أما إذا كان هذا الإنسان يعاني من مشاكل ضعف عضلات حاول الأطراف، الصهيوني. فإنه لا يستطيع القيام بهذه ايوه الحركة بسبب فقده لقوة العضلات اليمين التي ليش ما بتحركي يا سترفع كويس؟ وتبعد الرجل عن مكانه. ايوه لذلك نرى طيب حاولي هنا تبيو اثنيناتهم مع هذا بعض. الشاب والفتاة لا يستطيعان تنفيذ الحركة المطلوبة بسبب ضعف تلك العضلات. الآن سنراهما وبعد استخدام شراب الكوكتيل حاول برقة تفتح داش اي اليمين لمدة أكثر من 80 يوم استطاعا نوعا ما من رفع الرجل عن كمان. الأرض لإبعادها، وكذلك الأمر لإرجاع الرجل لمكانها. طيب ماذا حاول حصل؟ بعد اليسار. الفرق الذي حصل هنا بتلك الفترة هي نشوء قوة جديدة للعضلات، طيب استطاعا حاولتهم تنفيذ الأربعة. الحركة بشكل أفضل من السابق كما شاهدنا. قوة العضلات الجديدة الملاحظة هنا حط ايديك على هي الصدر. قوة لعضلات الرفع لرفع الرجل ايوه للأعلى، افتح وقوة جنب عضلات اليمين الفتح، في أبعد الحدود وكذلك لقوة العضلات لإعادة الرجل بس لمكانها. هنا رجع طبعا معلق. الفرق واضح كوضوح الشمس، والباحث والخبير يستطيع ارجع ملاحظة ذلك اليسار الذي ظهر على المريض بسبب نشوء قوة عضلية بالضبط. جديدة كانت مفقودة نتيجة مرض ضمور العضلات. يلا غيبة وهذا افتح الفرق ايديك والقوة اثنين مع الجديدة بعض. كانت نتيجة اثنين استخدامه مع بعض. للمكمل الغذائي شراب الكوكتيل براءة داش إي. أرجو من السادة الباحثين والأطباء الذين يلا يشاهدون هذا العمل أن يقيموه وأن يفعلوا ممتاز ما الحمد يلزم، لله وأطلب منهم العمل سوية من أجل ممتاز كل الحمد أطفال لله العالم ومن كل من الله شاهد ذلك الدعم والمشاركة لأجل الله الجميع. الحمد لله. وشكرا. ايوه طيب اليمين ليش ما عم تحركي يا كويس؟ ايوه طيب حاولي تضبيه اثنيناتهم مع بعض. اجريك التنتين مع بعض سكريون مع بعض.